أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي، ونستمر بدروس نيكست جي اس. اليوم يجب أن ننهي تقريبا هذا المشروع، مشروع الريسيبي. فطلبت منكم في وقت سابق إذا كان لديكم أي ملاحظات فقوموا بإضافتها في منشور أين هو المنشور؟ هذا المنشور، منشور نيكست جي اس، ورابط المنشور في صندوق الوصف. وما زلت لهذه اللحظة أنتظر من المتابعين الكرام أن يكتبوا تعليقاتهم حول هذا الموضوع، حول موضوع هذه البروجكت، وما هي المميزات التي يودون أن أضيفها لهذا المشروع. فاليوم نريد أن نقوم بمثل هذا الموضوع، أننا سأريد أن أقوم بالتعديل على الفلتر بوكس حتى يكون يعني بشكل أفضل وأكمله، وأيضا أريد أن أقوم بعرض هكذا كسايد بار بجانب الوصفات. فإذا لنبدأ، أقوم بتحديث هذه الصفحة الآن. جيد، فنحن الآن هنا، وأيضا أريد أن أقوم بداية بالتعديل على كومبوننت. ذهبت إلى كومبوننت فلتر بوكس، كومبوننت فلتر بوكس، فإذا هنا أود القيام ببعض التعديلات. إذا أول تعديل هو أنني أود أن أخذ هذه اللينك الخاص بالكلير وأريد إضافته بكومبوننت متخصصة به. فإذا أدنى الملف، آخر الملف، اذهبوا لآخر الملف، وهنا سأقوم بكتابة const filter box، وهنا سنعيد return اللينك هذا، لكن بتغييرات بسيطة. هنا أول تغيير، طبعا هذا ليس اسمها filter box، سنسميها clear query أو clear filter اسمها. هنا ستأخذ هذه probes، وهذه probes هي بداية سيأخذ ال href وأيضا سيأخذ name. الآن سأريكم أين هو name من ال probes. وهنا بدلا من هذه ال href سنعطيها href من ال properties، وهذه بدلا من message clear سنعطيها name هكذا. فإذا هذه هي ال component، فإذا لتروها أمامكم، هذه ال component أنشأتها بنفس filter box. الآن سأذهب للأعلى هنا، وبدلا من هذا هنا سأقوم باستخدام clear filter component. طبعا كما قلت ستأخذ href وسنعطيها href وأيضا ستأخذ name، والname في حالتنا الأولى ستكون عبارة عن message clear، وسنغلق الكومبوننت ونحذف هذا اللينك. فإذا الآن يفترض أن لا مشكلة، لا يوجد أي فرق، سيبقى لدينا هذا السر و الهدف منه والوظيفة نفسها. لكن الفكرة الآن أنا أريد أن أقوم بإضافة مسح عوامل التصفية لكل واحدة، للبحث، للميل هنا، وللدوريشن. فإذا لنقوم بذلك، فبداية سأقوم بنسخ هذا clear filter، وسأقوم بإضافته هنا. أين نحن الآن؟ نحن الآن بالفلتر by time، فسأقوم بإضافته هنا بعد زر apply هكذا، طبعا بعد زر apply هكذا هنا. والاسم سيكون له clear duration، الآن سنضيفها، والhref سأتركها كما هي الآن، لكن الآن ستروا التغيير الذي سأقوم به. أيضا سأخذ هذه نفسها وأذهب لفلتر by mail، وأدنى فلتر by mail سنضيف هذا هنا وسأسميها هنا المسج clear mail، ونفس الشيء سأخذها هذه للsearch box، وبنهاية السيرش box أيضا سأضيفها وسيكون اسمها search clear search. وبالنسبة للديت لن أقوم بإضافة أي شيء له. الآن سأذهب إلى أعلى الملف إلى المسجز هنا، وهنا بالمسجز سأقوم بإضافة هنا clear. لدينا clear عادية التي هي هذه في الأعلى، ذهبنا إليها، مسح عوامل التصفية. أيضا نريد clear search والتي ستكون مسح البحث، وأيضا سيكون لدينا هنا clear duration، فإذا هنا ستكون اسمها مسح عوامل التصفية أو مسح التصفية حسب المدة. وأيضا سيكون لدينا هنا clear by mail، والتي ستكون
مسح عامل التصفية أو مسح التصفية حسب الوجبة. فإذا الآن لنرى هذا الموضوع، فإذا لاحظ ظهر لي هنا مسح البحث، مسح التصفية حسب الوجبة، مسح التصفية حسب المدة. سأذهب للستايل هذا حتى أريد تغيير فقط الستايل بشكل سريع، وثم نجعله يعمل بالشكل المطلوب. فهنا بالفلتر بوكس سنذهب للستايل، ستايل فلتر، وفي النهاية هنا لدينا البوتن دينجر، ها هو. فبكل بساطة سأضيف له فونت سايز، سأصغر من حجمه قليلا وأضيف له بادين قليل. والسبب من هذا الموضوع هو أني لا أريد أن يكون كما قلت في البداية، وكما دائما أقول قلتها من قبل، أن عندما لا أريد أن ألفت الانتباه لزر معين، فأنا أجعله بخط صغير، وخاصة أزرار الحذف وأزرار المسح هذا يجب أن تكون خطها صغير حتى لا يضغط عليها الشخص عن طريق الخط. فإذا لاحظوا فهنا لدينا مسح البحث، فقط قم بالتقليل يعني بتصغير الزر. فإذا ممتاز. الآن أريد أن أجعل هذا يعمل وهذا يعمل وهذا يعمل. وماذا يعني هذا يعمل؟ مثلا مسح البحث، فمثلا لدينا هنا sort ascending موجودة بالكويري. لو كتبت هنا مثلا الأندومي وقم بالبحث، فسيضاف الأندومي للبحث. لكن إذا قمت بالنقر مسح البحث، أريد الأندومي أن تذهب من البحث لكن يبقى sort ascending، فمسح البحث سيمسح فقط البحث ويبقي الباقي. مسح الوجبة سيمسح كل شيء ويبقي الباقي. طبعا الوجبة هنا لاحظوا المسج لم نكتبها، دعونا نكتبها بشكل سريع جدا. إذا ما اسمها هي؟ الفلتر باي ميل، ماذا أسميناها؟ ها هي. إذا المسج اسمها فلتر باي ميل، لم نضيفها، فهنا سأكتب فلتر باي ميل، وهنا سنكتب التصفية حسب الوجبة. إذا الآن ستظهر، فإذا لاحظ التصفية حسب الوجبة. فإذا الآن دعونا نقوم بجعل هذه الأزرار تعمل كما اتفقنا. فسنستخدم طريقة جدا سهلة لهذا الموضوع. فمثلا هنا بداية لدينا فلتر باي ميل، ما الشيء الأول لدينا؟ دعونا نذهب بأول كومبوننت فلتر باي تايم. فإذا لاحظوا هنا لدينا هذا الكويري الموجود هنا، وهذا الكويري يحتوي فعليا على الكويري الموجود في الأعلى. فأنا أريد أن أستثني منه الكويري الخاص بماذا؟ الخاص باسمه المين دوريشن والماكس دوريشن. يعني ذهبنا إلى هنا، إذا قمت بتطبيق لاحظوا سيتم إضافة هنا مين دوريشن أو ماكس دوريشن. هذا الشيء الذي أنا أريد فعليا أن أقوم بحذفه من هذا الكويري مع إبقاء الباقي. فبالتالي هنا الشيء الذي سأقوم به، سأجلب المين دوريشن، سأستخدم Object Destructuring، وهنا Max Duration، وهنا سأستخدم Spread Operator، أعتقد اسمه Rest Operator، هنا اسمه Rest Operator لأنه يعطيني الباقي. فأنا من الآن لاحظوا الآن من الكويري، من هذه الأوبجكت الكويري سأحصل على المين duration max duration، وأيضا على للباقي باقي الكويري. فإذا سأكتب هنا new query، سأسميه new query. فإذا الآن سيصبح لدي object new query لكن بدون الماكس وبدون المين duration. فهذا الشيء يمكن أن أستفيد منه هنا عندما يتم النقر على الكلير هنا، فالhref هذا لن تكون هكذا، سأعطيها المسار الرئيسي وثم سنعطيها الكويري. الكويري هنا سيكون نيو كويري. وما هو النيو كويري؟ النيو كويري هو عبارة عن الكويري نفسه لكن بدون ماكس دوريشن، بدون مين دوريشن. فإذا الآن لو قمت بتجربته، فإذا لاحظوا في الأعلى يوجد لدينا ماكس ومين. فإذا قمت بالنقر على مسح التصفية حسب المدة، فإذا لاحظوا اختفت لكن بقيت عوامل التصفية الأخرى. فإذا ممتاز. الآن نفس الشيء سأطبقه على الوجبة وعلى البحث. فإذا لنذهب للقسم الثاني. فإذا هنا لدينا فلتر باي ميل، هنا لدينا ميل، فيمكن أن نستخدم أيضا destruction فنحصل على الميل من الكويري، وأيضا نحصل على باقي الأمور من new query، وهنا سنأخذها من query، وهذا سأمسح على حاجة لها لأننا سنحصل على الميل من هنا. ممتاز. وأيضا هنا في المسح، في مسح الفلتر هنا clear filter، فنفس الطريقة سنعطيه المسار الرئيسي، وبالنسبة للكويري سيكون نيو كويري. إذا الآن لنجرب هذا الموضوع. فإذا الآن لو أضفت عامل تصفية إفطار مثلا، وأيضا
من duration max duration. لاحظوا لدي الكثير الآن من ضمنها الميل، لكن إذا أردت حذف الميل من الكويري فمسح التصفية حسب الوجبة، فإذا يفترض الآن أن لا يوجد ميل، فإذا هذا يعمل. بقي أن نطبق نفس السيستم على البحث عن الوصفات، وإذا لنذهب، إذا هذا هو السيرش بوكس، نفس القضية. من هنا نريد أن نقوم بمسح السيرش تيرم، فإذا سنكتب سيرش تيرم، وباقي الكويري سنسميه نيو كويري، وهذا سنأخذه من الراوتر كويري. طبعا لأن سيرش تيرم مستخدمة من قبل فسنعطيها مثلا ST اسم alias، هذا اسمه اسم بديل يعني alias. فإذا الآن بالنسبة للـ href بالسيرش بوكس ستكون كالتالي، سنكتب هنا href، ليس href، سنكتب المسار الرئيسي الذي سيكون هذا، والكويري سيكون new query. فإذا لنحفظ ونطبق نرى هل يعمل. مرة أخرى سأضيف الديوريشن هنا، سأضيف وجبة العشاء، ولدينا أيضا search term. فإذا الفكرة الآن إذا قمنا نقرأ البحث فقط أريد search term أن يختفي من الموضوع، إذا نسح البحث، اختفى search term وبقيت الأمور الأخرى كما هي. ممتاز جدا جدا. فإذا أنا لهذا الوقت، لهذه اللحظة حققت الكثير هنا، قمت بإنشاء زر لمسح التصفية حسب تصفية معينة، حسب المدة، حسب الوجبة، حسب السيرش تيرم، فنقوم يعني بتطبيق ذلك. الآن سأذهب لصفحة البيج إندكس، وبصفحة البيج إندكس، بصفحة السيرش إندكس نحن طبقنا السيرش تيرم هنا والسورت وكل هذا جلبناها من الكويري، وقمنا بإعطاء قيم ديفولت. مثلا هذا السيرش تيرم قمنا بإعطائها ديفولت امتي سترينج، أنا لا أريد هذا، هذه الديفولت لا أريدها. بالنسبة للميل أيضا لا أريدها. بالنسبة للمين دوريشن يمكن أن أضعها لا مشكلة، كون المين دوريشن والماكس دوريشن لدي محددة، مثلا من 5 دقائق لعشر ساعات تكون محددة، لكن لا داعي للتحديد هنا بشكل افتراضي. فإذا الآن بالنسبة للكويري برام سأجعلها بعبارة and وليس بعبارة or، سأجمعها بعبارة and والآن ستروا كيف ستعمل. وهنا هذه الاند بداية سأقول الشيء التالي، سأكتب إذا كان السيرش تيرم معرف ففعلا اذهب لهذا هذا الفلتر هنا. فإذا الآن إذا كان السيرش تيرم موجود فطبق الفلتر التالي، سنطبق فلتر جديد لكن بعبارة or الذي سيكون التالي، وإذا كانت تايتل، فإذا أول قسم من or سيكون إذا كانت تايتل فيه السيرش تيرم، والقسم الثاني من ال or statement ستكون هي عبارة عن ال description، فإذا كانت description فيه ال search term. جيد، فالآن لنرتب قليلا حتى تروا. فإذا هذا الشيء الذي سيحدث هنا، أن إذا كان search term موجود فطبق العامل التصفية التالي الذي سيكون هو عبارة عن or statement. إذا كانت title فيه search term أو description فيه search term فهذا شيء جيد، فأرجع لي النتيجة. أيضا هذا كله سيتم تطبيقه مرة أخرى إذا كان search term true أو ليس empty string أو ليس undefined، سيطبق هذا الشرط الأول من and. أيضا لدينا الميل، الميل ها هي، لكن أنا أريد أن يتم تطبيق الميل فعليا أو فلتر الميل إذا كانت الميل تم تزويدها بالشرط بهذا الشكل. ونفس القضية بالنسبة للtotal time، فأنا أريد أن أقول التالي، إذا كانت main duration مطبقة أو max duration ف قم بتطبيق هذا الفلتر بالتوتال ساين. جيد، فإذا هذا الشيء الذي كتبته هنا. طبعا كون هذا إذا كان السيرش تيرم غير معرفة، فإذا هذا القسم من الاند لن يتم تعريفه أبدا، سيكون undefined، وبالتالي سيعود لي بالري الاند سيكون فيها undefined. فإذا أريد فعليا أن أقوم بإلغاء هذا بجافا سكريبت فقط أقوم بكتابة فلتر x و x، أو
فلتر اكسبوليان، طالما العنصر ترو فقم بإعادته من آن، غير ذلك لا. أنا أعرف هذا الكثير، لكن قوموا بمراجعة ما قلته ستجدونه واضح. طيب أنت قمت بكل هذا، لكن ما الفائدة منه فعليا؟ ما الشيء الذي قمت به؟ يعني ما الشيء الجديد بالموضوع؟ الآن سأخبركم. بداية سأمسح كل شيء جيد، وهنا سأبحث عن وصفة المنسف مثلا. إذن المنسف وبحث، سيعطيني نتائج هنا في الأدنى، والنتائج مثلا هذا هي المنسف، وجبة غداء، هذه وجبة بريكفاست. فمثلا إذا أردت أن يعيد لي فقط المنسف في وجبة الغداء، فبكل بساطة سأقوم بالنقر على الغداء، وهنا سيعيد لي الغداء. إذا أردت مسح اللانش من هنا وإضافة البريكفاست، فإذا فقط سيعيد لي المنسف الذي هو بريكفاست. جيد؟ لو مسحت الوجبة أيضا وقمت مثلا بعرض هنا، لاحظوا المدة الكلية هذه 140 وهذه 180. إذا أردت أن المدة النهائية أن تكون أقل من 145 وتطبيق، فإذا الآن لاحظوا سيعيد لي المنسف فعليا ضمن هذه المنسف، وأيضا الذي ضمن هذه المدة. فإذا بهذا السيستم الجديد الذي أنشأناه بالفلترينج، سيستطيع الشخص أن يصل لنتائج أكثر دقة، وبنفس الوقت هنالك خيارات أن يضيف يعني عوامل تصفية جديدة أو يمسحها. فأعتقد هذا الفلتر جدا جميل ومناسب. والشيء الأخير الذي أود أن أقوله، أن عندما نقوم نحن بالترتيب من الأقدم للأحدث، لاحظوا الشيء الذي سيحدث، أن سيعيد لي مثلا هذا يعني بشهر 5 وهذا بشهر 4، يفترض هذا أن تكون قبل هذا، فما السبب هذا الموضوع؟ السبب بكل بساطة أن نحن بإندكس بيج قمنا بإضافة فلترينج، يعني قمنا بإضافة فلترينج خاص مخصص هنا في الأدنى، عندما قلنا أن السورتد ريسيبي هذا سأمسحها، لأن الآن يمكننا أن نقوم بسورتد ريسيبي من خلال سترابي، وسأمسح هذا. جيد؟ فإذا الآن إذا عدت ستجد أن ترتيب العناصر أصبح يعني صحيح الآن. أيضا الموضوع الأخير هو أنني أريد أن أجعل هذا يكون مثل سايد بار موجود هنا أو هنا، فبكل بساطة سنذهب إلى الإندكس هنا في الأعلى، وهنا سنقوم بإضافة يعني أدنى اللاي أوت، سأقوم بإضافة هنا هكذا. جيد، لكن هذا ستكون عبارة عن ستايلز هكذا، و أيضا بداخلها سأقوم بإضافة هنا content الذي سنضيف فيه الريسيبي، وأيضا سأضيف sidebar، فإذا هنا لدينا سيكون sidebar. السايدبار سنضع فيه الفلتر بوكس، وبالنسبة للبيج كونتينر التي بيج كونتينر أعتقد هكذا تنتهي هنا، بالبيج كونتينر سنضعها بداخل الكونتنت بهذا الشكل. فإذا الآن سنذهب، لدينا هنا لاحظوا sidebar ولدينا content، الآن سنذهب إلى الستايلز، وفي الأدنى هنا سنقوم بستايلينج لهذا، سأجعله display grid و grid tablets column، ستكون هي عبارة عن الأول سيكون 2 fraction والثاني 1، والآن سنرى النتيجة. فإذا لاحظوا ها هي النتيجة، فإذا ممتاز، نتيجة رائعة فعليا. أصبح لدينا الآن يمكن للشخص أن يقوم بالفلتر هكذا وتظهر له النتائج هنا. لكن ماذا عن الresponsivity؟ فسنجد أن لاحظوا كيف يظهر على الهواتف آيفون مثلا، يجب أن نغير ذلك. فبكل بساطة هنا سنكتب at media and screen، عفوا screen and، هنا الآن ماكس ويد 787 بيكسل، وهنا سنجعل هذا نفسه هنا لكن display block، هذا سنمسحه. أيضا سنضيف هنا بالنسبة للسايد بار سنضيف له ماكس ويد 90% أو قبل تطبيق هذا، دعوني أريكم النتيجة هكذا. فإذا لاحظوا السايد بار هنا لم يتوسط، وكيف يظهر بهذا الشكل،
وأيضا هنا فهذا الشيء أريد أن أغيره، فإذا سأجعل هنا السايد بار ماكس ويدث كذا، والمارجن 1 رام أوتو لتوسيطه، ونفس القصة نفس الشيء بالنسبة للكونتنت، فقط سأجعل له مارجن بوتوم 1 رام، هذا كله هنا. فإذا لاحظوا هنالك خطأ، إذا السايد بار هنا سأضيف سيمي كولون. إذا الآن إذا هنا كل شيء يعمل بشكل جيد على الهواتف المتنقلة، فإذا هذا هو السايد بار، فإذا ممتاز. الآن بالنسبة للوضع العادي ها هو، طبعا بالنسبة هذا لماذا يعني هنالك فراغ كبير هنا؟ السبب هو بالنسبة للريسيبي كونتينر بالأعلى أعطيناها ويدث 90، يمكن أن تعطيها 95 فتأخذ ويدث أكبر بهذا الشكل. وأيضا يمكن بشكل عام أن تعطي ويدث هنا تعطي ماكس ويدث مثلا 90% جيد، ومارجن 1 بوتوم توب 1 ريم وأوتو على الجوانب. إذا لاحظوا سيظهر بهذا الشكل. بالمقابل يجب أن تعطي الريسيبي كونتينر 100% ويدث أو تتركها هكذا. إذا أعتقد هكذا أفضل بالنسبة لنا. أكيد هنالك يعني أشياء يمكن أن تضيفها، أن تحسن من الستايلات، لكن بشكل عام الوظيفة الآن تعمل والترتيب يعمل، فإذا كل شيء يعمل هذا شيء جيد جدا. فأعتقد أننا انتهينا فعليا من ترتيب خاصية الفلترينج بموضوع الريسيبي. لا أريد الخوض أكثر في هذا المشروع إلا في حالة أنك ذهبت لي المنشور الموجود رابطه في صندوق الوصف وكتبت تعليق قلت لي أريد هذه الخاصية، كيف يمكن أن أقوم بها بهذا المشروع. وأتمنى أنك تكون متابع للمشروع، تعرف ما الأشياء التي حصلت بالمشروع، ثم تسأل تقول هذا لم أفهم، أو أريد هذه الخاصية، أو لماذا كذا، فتعلق ضمن إطار الموضوع. هذا يدل أنك متابع يعني مميز، متابع فعلا متنبه للدروس. والسبب أنني أريد التوقف هنا في هذا المشروع لأننا نريد أن نبدأ بمميزات نيكست جي إس الجديدة مع الأب ديركتوري. فإذا نحن الآن إذا ذهبنا، دعوني أذهب لنيكست جي إس دوكيومنتيشن. إذا هذا هو الدوكيومنتيشن الخاص بنيكست جي إس. إذا لاحظتم هنا يمكن أن تختار using pages router، وهنا يمكن أن تختار using app router. المعلومات التي تعلمناها لهذه اللحظة تكون ضمن using pages router، فنحن شرحنا هذا القسم من الدوكيومنتيشن، أغلب الأشياء الموجودة هنا شرحناها، تحدثنا عنها ضمن إطار مشروع الريسيبي وغيره. حان الوقت لننتقل ل using app router، فإذا هذا الشيء الذي أود التركيز عليه في الفيديوهات القادمة using app router، فلذلك أود إنهاء هذا المشروع الآن على أن نبدأ بشيء بسيط جدا خاص بالآب راوتر في الدروس القادمة، إلا إذا أنتم قررتم شيء مختلف، إلا إذا أنتم علقتم ووضحتم شيء مختلف، فأنا دائما سأكون معه طبعا في حالة كان شيء مفيد وشيء يعود بالفائدة على الجميع. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، وإلى اللقاء، مع السلامة.